السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نرسم ضغط في برنامج الريفت ام اي بي. تمام، معاكم عمرو سليم. بسم الله بسم الله، هخش على الهوم، اختار ضغط او دي تي. تمام، هيبدأ يقول لي انت عايز ترسم الويدث بتاعك قد ايه. اقول له 1000 مثلا، 1000. تمام، طب الدبس بتاع الساق بتاعك هختار مثلا 600. طب ارتفاعك عن الارض قد ايه، عن الفينش فلور بتاع الدور دوت. هقول له خليها 2200 مثلا وابدا ارسم. ودينا اهو الصاج بترسم معايا. تمام، هاجي ارسم كوع بترسم. لو عايز الكوع دائري ممكن اخليه دائري، هنشوف ازاي في الدروس اللي جايه. تمام، طب عايز اصغر الصاج. تمام، هعمل ريديوسر. هاجي هنا في الويدز، تمام، بدل ما هو 1000 هخليه 800. تمام، ارسم الريديوسر. تمام، طيب انا عايزه اطلع ارتفع شوية وانزل تاني. تمام، اغير 2200 ديت ل 2400. تمام، خلاص هو كده طلع لفوق. امشي كده. تمام كده، انا مشيت على مستوى معين وطلعت وكملت. طب عايز انزل تاني ل 1800. تمام، اكمل مشي شوية. خلاص نزل تاني. تعال نشوف الرسمة دي في 3D بتبقى باينة ازاي. هروح لفيو 3D فيو اهو. انا كنت ماشي ريديوسر، مشيت طلعت وبعد كده نزلت تاني ومشيت. تمام، لو عايزين نشوف الموضوع ده كسكشن، هاجي هنا كسكشن اهوت، من هنا لهنا ده السكشن بتاعي. كليك يمين هنا واقول له جو تو فيو، جاب لي سكشن الشغل بتاعي. هاجي في الديتيل ليفل اختار في فايل. تمام، هذا سكشن للحاجات اللي انا اشتغلت عليها. زي ما حضراتكم شايفين رسم الضغط سهل جدا، وان شاء الله في الدروس اللي جايه ناخد اوامر اكثر احترافيه، نخش بقى في الشغل.